مرحبا، انا اوجد النبالي من اعزف دوت كوم، وبهذا الفيديو رح نتعلم واحدة من الاغاني التراثية اللي بتتغنى في الاعراس. اسمها حني لي يمه. حني لي يمه على مقام البيات، وبهذا الفيديو رح نتعلمها من درجة الري. هلا في البداية خلينا نستعرض المقام مع بعض، رح يكون بهذا الشكل. ناخده بصورة ابطأ وبنركز على العلامات المميزة اللي فيه، واللي رح تكون ري مينوس بيمول فا سول لا سي دو ري وبنرجع. تمام، هلا نيجي للأغنية اللي هي بتقول نرجع نعيد هالجزء بصورة أبطأ. السولفيج تبعه راح يكون سول سول فا سول فا مي مي فا ري. الجزء الثاني راح يكون بهذا الشكل. نعيد بصورة أبطأ. السولفيج تبعه راح يكون ري ري مي فا فا ري دو مي ري دو، كلياتها رح تكون بهذا الشكل. بهيك بنكون تعلمنا أغنية حنين لي يما على مقام البيات، واللي بهذا الفيديو أخذناها من درجة الري.